بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. وحشتني جدا فيديوهات رضا عبد العال، بجد والله وحشني جدا كلام كابتن رضا عبد العال. وحشني جدا كمان ان انا بحب جدا ان انا اروح اتفرج على رضا عبد العال ليه بعد ماتشات منتخب مصر، مهما كنت بختلف معاه بتفق معاه، بس انا بحب جدا ان انا اتفرج على رضا عبد العال ليه. دي حاجه بتهمني جدا، مهما كان بيهبد، مهما كان بيقول كلام بالنسبه لي مش مقنع، بس انا بحب جدا اشوف رضا عبد العال ليه بعد الماتشات. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله مباراة وبركاته. مصر ونيجيريا، مباراة فيها كل حاجة سيئة. ايوه بقى يا عم رضا، اديني بقى يا عم رضا، انا جاي اطلع معاك الطلعه دي كلها من اولها كده لحد اخرها، احنا دايسين يا عم رضا، اديله. كروش النهارده عمل كل حاجة سيئة، بس الصراحه عنده حق، بصراحة أنت كنت فاهم الموضوع من الأول. أنت مش عاجبك حاجة، الصراحة يعني أنت بتعمل إحباط، أنت وأنت وقعدوا بقى إيه كل الجهابزة. إيه رأيكم النهاردة يا جهابزة؟ بصراحة يا أنا عم رضا صح صدقت وأنتوا بتطبلوا، حقيقي. مفيش غير كده، أنا صح وأنتوا بتطبلوا، وماسكين كمان المزمار والرق وكله جابوا كل كله. أنواع السجاير بعيد عنك يا عم رضا. أنا بحب مصر جدا وأنتوا بتحبوا مصر، بس أنتوا بتحبوها بطريقة وأنا بحبها بطريقة. أنت عشان نبقى كويسين لازم يحصل الكلام اللي احنا بنقوله، والكلام اللي ما احنا بننتقد بس بقالنا سنين عم رضا، وفي الاخر ما فيش حاجه بتتصلح. يعني احنا قاعدين نقول مش عاجبنا مدربين المنتخب، بيروحوا يجيبوا لنا مدربين اسوأ من اللي كانوا موجودين عم رضا. يعني حتى النقد كمان مش بناء، النقد عندنا في مصر هنا مش بيبني حاجه، احنا بنقعد نتعب نفسنا على الفاضي ومحدش بيسمعنا للاسف. انا بقوله دايما هو الصح. وسعتها عم رضا، ما فيش حاجه اسمها حد بيقول حاجه تبقى دايما صح، وسعتها عم رضا قوي يعني بصراحه، يعني مع اني جاي اطلع معاك، بس بصراحة ما بيحبش انا الكلام اللي هو انا كل كلمة مني تطلع صح، مفيش حد في الدنيا كده. للاسف ماسكين حته وايه وشغالين فيها. لا اصل الراجل لسه بقى له 4 شهور، طب ما الراجل بتاع نيجيريا ده جاي قبلها بشهر، ماسك المنتخب قبلها بشهر. ما بيعجبنيش فيك تصريحاتك عن الناس يا عم رضا، لان انت بسم الله مش اغلب معلوماتك عن الفرق اللي غير المنتخب المصري بتكون كلها بلالة، فبلاش يا عم رضا نستشهد بحاجات احنا مش عارفينها. ده لا ده دي جودة لعيبة بقى يا عم رضا، واحنا برضه عارفين القصة دي، جودة لعيبة ودي جودة لعيب، هما جودة لعيبتهم عالية وجودة لعيبتهم المهارية عالية وقواتهم البدنية والسرعة عندهم جودة عالية، واحنا عندنا جودة 144. احنا بالنسبة لهم فرقة مدارس. اه ده حقيقي. هنخش في المباراة على طول عشان ما نطولش. نخش في الموضوع. طبعا تشكيله سيء جدا جدا جدا، وان ده اللي يدل ان هو ابيض فنيا، ابيض فنيا. شوف اللي بيتكلم كده ابيض فنيا، ده خد فرقه من الدرجه الثانيه هبطها درجه ثالثه، مع انه كان واخدها عشان يطلعها الممتاز، خدها درجه ثانيه هبطها درجه ثالثه، وفي الاخر ابيض فنيا. كمل يا عم ده، كمل. عندك بدات بالشناوي ماشي، ماشي الونش وحجازي ماشي، ماشي فتوح الراجل مصاب طلعته ليه؟ طالما ان انت مصاب بتلعبه ليه؟ وتطلعه ليه وتخسرنا التغيير؟ اكرم، اكرم عايز اقول لك كلمه، انت والونش اللي بتعملوه في الدوري المصري هنا مش هينفع مع النادي الافريقي. يعني انت اكرم نجم وتعمل لي كده وتعمل لي كده وتحضر وتاخد تابل والحاجه من الحاجه والكلام ده، حد منك ما تسيبه كمل معاه، حط رجلك وهو بيعمل الاوفر. طبعا انت عايز تبين للناس ان انت قوي وان انت اقوى. اللي هو انتوا بتلعبوا ضد شويه مكسحين هنا في الدوري المصري، فلو قعدتوا تضربوا فيهم محدش هيرد عليكم، بس لو قعدتوا تضربوا هناك في لعيبه افارقه هنخونكم. يعني هو اللي هو لا نصحصح مع بعض، احنا مش بنلعب في الدوري المصري، هتضربوا العيال ومحدش هيرد عليكم، لا انتوا هنا لو حبيتوا تعملوا اي حاجه اللعيبه الافارقه جامدين وهيضربوكم. مش بالضرب، ما تلعبش معاه بالضرب. نفس الكلام للوينش، الوينش ياخد الكوره وجاي معدي حاطط جسمه للفيرود هنا، لو اداه منه الحكم بيلحقه ويحسب له فاهم، انما هناك ما فيش الكلام ده. النهارده مرتين الراجل يحط ده حقيقي برضه. يعني هو هنا في الدوري المصري في اي التحامات بناخد عليها فاولات، انما في بطوله افريقيا الموضوع بيكون صعب، انت ما بتاخدش فاول غير لما يكون فاول بجد. يعني احمد السيد زيزو اول ما نزل حب يدي كتف للاعب كده، اللاعب بتاع نيجيريا عطاله كتف كان هيطلعه في الاوت، اللي هو لا لا الجو ده ما ياكلش خالص. وكان هيجيب منها جول، لولا ربنا ستر وطلعها المدافع اللي جه غطى وراك.
الونش والاكرم توفيق. كمل على النني بقى، خش نص الملعب، خش على النني بقى. فين النني وفين حمدي فتحي؟ فين تريزيجيه اللي بقاله سنه ما بيلعبش؟ لا تريزيجيه ده مشكله كروش الامانه، يعني مشكله. هو طبعا اللعيب ملوش ذنب، انت اللي تشيل. دي حقيقه كروش اللي تشيل. شوف التدريبات عشان تلعبه بصراحه، ده ده فعلا عنده حق. الكوره بقى مارادونا وميسي وياخدها ويروح يجيب جول، ده مش قادر يقف. وطبعا مش غلطته، غلطتك انت فعلا، غلطه كارلوس كروش، غلطه كارلوس كروش ان هو بدا بالنني. انا ما حملتش ولا لعيب النهارده غيرك انت يا عم كروش اللي بتاخد بالعمله الصعبه. وبعدين انت مش بتحمل لعيب عشان بتخاف من الجمهور برضه، عم ايه الشهاده والحق يتقال؟ يعني انت بتخاف من جمهور الاهلي، بتخاف من جمهور الزمالك، وبتيجي على اللعيبه المحترفين شويه عشان خاطر ما فيش جمهور هيقف وراهم. دي حاجه طبيعيه يا عم، زي ما بنتفق معاك نقول اللي عليك، لانك انت جاي تعلمنا مش جاي تتعلم فينا. فعلا دي تاني حاجه. فعلا جاي فعلا، انت حطيت افترض ان هو جاي يفرق مصطفى محمد وحطيت مرموش. ايه رايكم في مرموش بقى؟ مش انا دايما بقول لك ايه، اصبروا عليه لغايه ما نشوف في الماتشات الصعبه. ماتش النهارده صعب، اين مرموش؟ اين عمر مرموش؟ قولوا لي. عمر انا جاي اتفق معاك، والنبي خلينا اتفق معاك في فيديو واحد بس. ايه علاقة عمر مرموش بان هو حاطط مصطفى محمد هاف؟ ارحمني ارحمني، يعني انا جاي عايز اتفق معاك ونقعد نشلف كارلوس كروش، بس انت بتشلف مرموش عشان خاطر برضه ما عندوش جمهور. رجعنا الحتة دي تاني، يعني انت بتدوس على كروش، ما عنديش مانع انك تدوس عليه، بس انك تدوس على عايز عمر مرموش وعايز تلبسه الليلة النهاردة وعايز تثبت ان رأيك الفني فيه صح، اللي هو رأيك الفني الكنافي طبعا فيه صح، ده حرام وظلم. ما حدش هيكلم، كان بيلعب ليبيا، ما حدش هيكلم ليبيا مع كل الاحترام والتقدير. لو جبت حد مبطل وقلت له انزل هيلعب هيكسر الدنيا، اهو ام الكبر ده اللي مودينا في داهيه. انزل العب هيكسر الدنيا، الكبر ده اللي مودينا في داهيه. وطبعا مصطفى محمد هنعذره عشان ما فيش لا كروسات ولا اختراقات ولا الكلام ده، وطبعا كل الناس محمله صلاح اصل خاف على رجله، اصل ما فيش حد يقدر يحمل صلاح المباراه. طبعا داخل في حته من اللي ايه، يعني مش عايزين نقول من جماهير اللي هي ايه حاقد عليه عشان ان عايزه ريما تخلي الاسطوره من عندها، لا ده غصب عن اي حد. انت بتلقح على جمهور الاهلي يا رضا؟ يعني احنا جايين نشلف معاك كروش، تلقح على جمهور الاهلي وتقول ان احنا حاجين على ابو صلاح؟ اه يا ابن اللذين. طب ما قلتش لا على حوار مصطفى محمد بيلعب هاف دي، ولا دي فنيات مالكش فيها؟ ده بالتاريخ، انا تعبت منه وبالورق والاله والانجازات انجز طيب وكل حاجه قدام الراجل، لان احنا بنقول قفشه عبد الله السعيد يا عمي، يعني حتى لو ما فيش قفشه. طب انت واخد عبد الله السعيد ما لعبتوش يعني تشوف؟ ولو لعب عبد الله السعيد اقول له انت لعبت عبد الله السعيد ليه؟ مالكش حل، وربنا مالك حل. بص للراجل ده، ما هو الراجل ده مش هو هيمسك الكوره، مش هو ب 100 رقه يعني، وبعدين مش هو ميسي برضه يعني ناخد كوره ويرقص خمسه سته من الفرق قدامه. احنا بنلعب بطريقه والله العظيم والله، ده يمكن كوبر كان بيلعب بطريقه حل الله يشكره. فدي يعني لحد يعني لحد احنا ايه ما يخشش فينا جول، فدي حاجه الله يسترها. انما ما نعرفش احنا ما نعرفش ان احنا بنلعب كوره ولا ما بنلعبش. والله العظيم ما حدش فاهم اي حاجه، والله العظيم ما حد فاهم اي حاجه بجد. يعني بيقول لهم ايه؟ انا نفسي اعرف احضر المحاضره. والله انا نفسي اعرف برضه، اللي هو ما تفهمش فعلا الفرقه بتشتغل على ايه، على ايه بالظبط. فكرني بتشابي، عندنا كل ماتش بيغير طريقه لعب. طب اشتغل معاهم على الطريقه دي؟ لا بس هو قرر ضربت دماغه العب بيها النهارده. فكرت كروش فعلا اللي قاعد عايز يفهم وبيشتغل مع السنه دي ازاي. اي نعم مفيش حاجه خطر غير الكوره بتاعت صلاح اللي هي غصب عنه، ولكن رحنا وشفنا الجون اللي احنا الشوط الاولاني الحمد لله السلام شفناه. يعني انا بتكلم في الشق الفني، انت بتقول لهم ايه نفسي احضر محاضره معاك عشان اعرف؟ والله وانا كمان بس للامانه، يعني الشهاده لله انا في ناس اعرفها لعبت مع رضا عبد العال لما كان مدير فني، كان بيقول لك ان الراجل ده ما تسمعش منه اي كلام تكتيكي، الراجل ده تقعد معاه المحاضره الفنيه تضحك بس. يعني رضا عبد العال لما يقعد معاك محاضره فنيه تضحك بس. في واحد صاحبي انا اعرفه، الراجل ده كان بيلعب باك يمين، رضا عبد العال ضربت في دماغه يلعبه هاف ونزل خد ضربه جزاء، قال له شفت انا كنت صح. فرضا عبد العال من الناس برضو اللي انا نفسي في حياتي ان انا احضر لها محاضره فنيه. ولا انت ما بتقولش حاجه واللعيبه الكل راح بيلعب بمزاجه او بيلعب بمخك انت؟ بس انا متاكد ان اللعيبه فعلا ما بتلعبش بمزاجها. بعد او ربع ساعه بعد نزول زيزو ورمضان صبحي كل واحد بيلعب بمزاجه. ده حقيقي، لان رمضان صبحي لما شاف فيه لاعب ناحيه اليمين قرر ان هو يسيب ناحيه الشمال اللي هو فيها، يلا العب ناحيه اليمين. ظهرنا بشكل كويس، سيبنا كوره، فرقه نيجيريا رجعت بعد ما كانت ضغطانه ال 75 دقيقه
فعلا مع ان الشناوي النهارده شايل الشناوي ثلاث شايل فرص بلاوي وحقق النهارده، ايه؟ اول فرصه اللي هي حاطه ايده فيها وجت في العارضه ملفها في بتاعت العرض الراجل فعلا. فران، والثالثه الكره اللي طلع خدها من على المجر. وبعد كده بصراحه لو ما كانش الشناوي كنا خرجنا من الفضيحه. فعلا فانا بقول بقى هنطلع خسرين كتير الكره اللي ماسكين بقى جدال، انتوا ما عرفوش لهم، بس يا جامد. خدوا موقف. انتوا شايفين اهو العينه باينه، اول القصيده كفر، ما هو ما ينفعش برضه بنخسر يمشي كروش وشكلنا النهارده، وحش، ما بنخسر ينفعش. بنخسر وشكلنا كويس. لا ده احنا بنخسر وشكلنا وحش. ده يمشي يا عم حازم يا امام، يا عم بركات، يا استاذ جمال علام، انتوا الثلاثه هم انتوا اللي بتوعوا الكوره في المجلس، ومعاكم الدكتور ايهاب، ومعاكم الراجل الثاني ده بتاع الصعيد استاذ محمد ابو الوفا، لازم يكون لكم قرار. ما ينفعش الراجل يمشوه ده ما النهارده يا يتمش، رضا، وكان يا رضا ما بيتنفس ينفعش والله يمشوه العظيم. النهارده يا حبيبي. والله انا بقول لك على الاقل هنوصل لادوار ابعد من كده، اللعيبه هتتلم، اللعيبه هتحب بعض اللعيبه، انما كده بالشكل الكلام ده ده في الدوري يا رضا، الدنيا الكلام ده في ضايعه، الدوري يا حبيبي، الدنيا ضايعه. الكلام ده في وحتى انت الدوري. هتوصل، اه ممكن توصل لو كسبت الماتش اللي جاي وكسبت الماتش اللي بعديه. طب بعد كده بعد كده السيره فعلا السوداء هنلعب مش الجزائر ان انت توصل، او السيره احتمال السوداء نلعب انت كوت لما ديفوار. توصل هنعمل ايه في دور ال 16؟ فعلا المشكله كلها مش بقى دور ال انك 16 هتكسب ودور ماتش ال السودان 8 او الماتش الجاي. بالشكل ده لو خرجنا هنخرج بفضيحه. فعلا انا بس اللهم بلغت اللهم فاشهد، وانا انا برضو قلت وان المفروض ان الراجل وانا برضو قلت اللهم بلغت اللهم فاشهد. الكلام بتاع ان هو يمشي دلوقتي ده كلام تهريج، والكلام بتاع ان هو يشيل الليله كلها كامله برضو كلام تهريج. بس زي ما انا جاي اتفرج على رضا عبد العال وعارف ان هو هيلبس كل حاجه لكارلوس كيروش، كنت برضو عارف ان رضا عبد العال ما عندوش قوه او ما عندوش شخصيه قوي ان هو يلبس اللعيبه اللي حصل، ما عندوش جراءه ان هو يتكلم ان حمدي فتحي كان سيء لان هو يخاف يتشتم من جمهور الاهلي، ما عندوش جراءه يتكلم ان لعيبه المنتخب المصري كانت سيئه جوه الملعب، هو ما عندوش الجراءه دي. ليه؟ لان رضا عبد العال اسم كبير، انما احنا هنا قناه صغيره واسم صغير ونقول كل اللي احنا عايزينه. ليه بقى؟ احنا بنشوف اللي احنا يعني، انا بقول اللي كده انا شفته، عجبك خير وبركه، ما عجبكش براحتك، زي الفيديو ده بالظبط، عجبك خير وبركه، ما عجبكش رايك ويحترم.